الآن إلى فقرتنا، فقرة التغذية. ويعتبر البيض من الأغذية المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية، ومع ذلك يحجم البعض أو يحجم عن تناوله بسبب بعض المعتقدات الخاطئة عنه. فمصدر سمعة البيض السيئة هو احتوائه على كمية كبيرة من الكوليسترول. فما هي فوائد البيض وما هي المعتقدات الشائعة المرتبطة به؟ وللمزيد تنضم إلينا من جدة اختصاصية التغذية نسب العترة. أهلا وسهلا بك نسب. بداية خلينا نعرف فوائد البيض. أول شيء صباح الخير مها وفيصل. البيض من الأطعمة المظلومة، لأنه دائما بيطلع عنه إشاعات أنه مش صحي وما لازم نكتر منه. على العكس، البيض له فوائد صحية عديدة. أول شيء غني بالبروتين، وهالشي بيساعد على بناء العضلات للأشخاص طبعا اللي هم بيمارسوا الرياضة عشان يبنوا عضلاتهم. أما الأشخاص العاديين فبيساعد أن هم يحافظوا على الكتلة العضلية. وجدير بالذكر أنه البيض، نوعية البروتين بالبيض عالي الجودة جدا مقارنة بباقي أنواع البروتين الموجودة مأكولات الأخرى. كمان البيض بيقولوا كتير ناس إنه هو بيزيد الوزن، بالعكس هو بيساعد على نزول الوزن عشان بيحتوي على البروتين بكميات عالية، والبروتين بيتم هضمه بشكل أبطأ بالمعدة من الكربوهيدرات أو من النشويات، وهالشي بيخلينا نحن نشعر بالشبع لفترات طويلة، وبالتالي نتناول كميات أكل أقل خلال اليوم. أيضا البيض مفيد جدا لصحة العينين. عادة مع التقدم بالعمر بيبدأ بدمور بعض الخلايا الموجودة بقرنية العين، هذه الحالة تسمى macular degeneration. فالبيض بيحتوي على مضادات أكسدة اللي هي الليتيين والكزيناتين، اللي هم بتساعد على أن تأخر هذه الحالة أو على الوقاية من دمور هذه الخلايا. أيضا البيض مفيد لصحة البشرة عشان بيحتوي على الفيتامين A وعلى البيوتين. ايضا بيدعم صحه المناعه لانه بيحتوي على الزنك والفيتامين بي 12 والفيتامين اي. طيب نسب، هذه فوائده، لكن نبغى نعرف بالضبط ماذا الفوائد هذه، فين موجوده؟ في الصفار، في البياض، او في البيض بصفه عامه؟ يعني كيف ناكل البيض؟ هلا دائما افضل طريقه لناكل بيض ان ناكل البيضه كامله، لان بالنهايه ربنا ما خلقها هيك من غير اي سبب. هلا الفوائد تختلف قليلا ما بين البياض وما بين الصفار. مثلا 65% من البروتين موجوده بالبياض، لهيك بنلاقي الاشخاص اللي هن المدربين الرياضيين او الاثليتس بحاولوا انه هم مثلا ياكلوا يزيدوا بياض بيض كثير على وجبتهم. فهو غني جدا بالبياض، غني جدا بالبروتين، ما في اي دهون اطلاقا، في بعض المعادن. أما الصفار ففيه تقريبا 35-40% من البروتين. طيب. فيه كل الدهون، وهي تعتبر دهون صحية، وبنفس الوقت أغلب الفيتامينات والمعادن موجودة بالصفار وليس بالبياض. جميل. طيب نسب، أحد تغريداتك يمكن انتشرت خلال الأسبوع اللي فات عن موضوع شرب البيض الني، فكانت عندك مشكلة مع هذا الموضوع، وذكرتي أنه في أضرار كثير تأتي من بعد شرب البيض بهذه الطريقة. صحيح. للأسف في خبر جدا منتشر خاصة بين الرياضيين انه شرب البيض الني غالبا هم بحطوه مع الحليب، بيقولوا انه هو بيساعد على بناء العضلات اكثر، ولكن على العكس جسمنا ما بيستفيد من البيض الني قد ما بيستفيد من البيض المطبوخ. فمثلا لما يتناول الشخص البيض الني فقط 50% من هذا النوع من البروتين الموجوده بالبيض جسمنا حيقدر يستفيد منه، فبالتالي الافاده من البروتين اقل على وبناء العضلات بيتم بشكل اقل. ايضا البيض الني بيحتوي على، ممكن يحتوي على السلمونيلا، فاللي هي نوع من أنواع البكتيريا ويسبب التسمم الغذائي للأشخاص. وأيضا لما نتناول البيض الني بيسوي ترسب لنوع من أنواع الفيتامين اللي هو فيتامين B7 البيوتين، بيسوي له ترسب بالمعدة، وبالتالي جسمنا ما بيقدر يمتص البيوتين. طيب ممكن شرب البيض الني بيؤدي لنقص البيوتين. نعم نسب، من الناس يقال لهم لا تأكلوا بيض؟ فقط الأشخاص اللي هم بيعانوا من ارتفاع الكوليسترول، وما بنقول لهم ما تاكلوا بيض، بنقول لهم قللوا من تناول البيض اللي هو إلى حد بقدر بكم القدر خلال كم القدر؟ نعم، ثلاث
3 بيضات كاملة خلال الأسبوع. أما بالنسبة لبياض البيض ففيهم يزيدوا قد ما بدهم. عشان الصفار هو عالي بالكوليسترول ولكنه لا يسبب ارتفاع الكوليسترول. يعني الشخص الصحي عادي يأكل أبتو حتى 3 بيضات باليوم من غير ما تسبب له أي مضار صحية. أما اللي هو عنده كوليسترول يفضل أنه ينتبه. طيب أفضل طريقة طبخ يعني مثلا المسلوق المقلي إيش يفضل؟ شكشوكة. هلا حتكرهوني طبعا. المسلوق هو افضل انواع الطبخ. ليش؟ عشان انت ما بتزيد دهون. اما لو حبينا نقليه بكميه قليله من زيت الزيتون او ممكن حتى نعمل شكشوكه نزيد بندوره نستفيد من الفوائد الصحيه للخضار ما في مانع. طب طبعا عشان المسلوق حيكون بس كالوريز اقل عشان ما بنستعمل. ايش رايك في استخدام الزبده كبديل للزيت؟ شو رايك فيصل؟ داخل على الثقيل طبعاً. زبده على طول. يعني منفضل انه نحن نحاول نلتزم بزيت دوار الشمس او زيت الزيتون هو الحل الافضل. بس مهم جدا انه البيض لما نطبخه تماما عشان نتاكد من قتل كل البكتيريا اللي فيه وما يسبب اي تسمم غذائي. طيب جميل. نسب بالنسبه للاطفال، هل ينصح بتناول البيض للاطفال من عمر كم وكم الكميه؟ من عمر كم يفضل انه ما نعطي يفضل انه ما نعطي الطفل البيض الا بعد عمر السنه عشان بيض من بعض انواع المأكولات اللي ممكن تسبب حساسيه. فجسم الطفل الصغير ما بيعرف ما بيقدر يحارب الحساسيه بشكل كويس. فبس لتفادي ممكن بعد السنه نبتدي نعطي البيض لاطفالنا. ممكن نعطي ابتو بيضه واحده باليوم اللي هو من بعد عمر السنه. جميل جميل. طيب يعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا نسب. شكرا لك. شكرا جزيلا.